عمر اللي جاي، شفت النور لما يبقى اسمه ليلى. يعني خلفت العهد؟ غصب عني، غصب عني يا شيخ سلام. بعدين انا قلت لك من اول بكره رحت الليله، بس ما عرفتنيش. كده العهد اللي ما بيني وبينك اتقطع يا جابر خلاص. يا شيخ سلام انا قلت لك من اول بكره، وانت خالفت العهد والاتفاق. يا شيخ سلام قلت لك بكره، ولا بكره ولا بعده، بعد عني. ليه كده بس يا شيخ سلام؟ ليه؟ ترى اكتر ليله كنت عايزك فيها الليله. ليه يا شيخ سلام؟ ليه؟ يتفضل المجلس ويجدد بكره بعد صلاه الصبح. اسمع قبل ما تقوموا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا اعطاني على كبر عيال، ما حرمنيش، كبروا ما شاء الله وانا هطهرهم، وندرت ندر هطهرهم عند مقام سيدي عبد الرحيم الجناب، وقبل ما يطلعوا زفة طهورهم هعمل في كل بلد من بلاد هوارة مظلفة شغالة ليل نهار، فيها طبالي وثلاث وكلات للفقراء والمساكين، وكلة الصبح بعد صلاة الفجر مع شروق الشمس، الوكلة الثانية بعد صلاة الظهر، وكلة زينة فيها لحم، الوكلة بلا نار يجيب لأهله نار، الوكلة الثالثة بعد صلاة المغرب، والمضيفة بلا باب. ربنا يزيدك يا ما تتشبطوش مع بعض. يا الهي اماتكم قلبها رهيب، وانا ما احبش بك الحريف. خلي بالك من نفسكم، ما تبقوش يد عمكم، فاهمين؟ تعالوا يا ولد تعالوا. ايه يا صالحه؟ معلش دقيقه واحده، دقيقه واحده. كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر حاسد اذا وقب. خلاص رجعتيهم، يلا يا ولد يلا. ان شاء الله. مبروك يا ام شاهين. الله يبارك فيك يا خاله رحمه. ربنا اداكي من ولد ولدين وبني، احلى الذريه ولدين وبني. الحمد لله واللي هيطل عليكي، والنبي هيقول لسه عروسه في شهرها الاولاني. استر يا رب. لا تخنتي ولا رهرتي ولا بان عليكي الخنفه زي الحرير. الحمد لله. قومي يا بنتي شوفي حالك، قومي. اقوم اشوف ايه؟ مش هيقولوا عين البقر ورقبة الناقة؟ وانا هقول رجلي ورد اليمن احلى رجلي في بيوتنا كلها. شو تصلي على النبي يا حبيبتي في قلبك؟ وحي لله. الف صلاة قليلة، وتتعجز عليا في الكلام ده. هو انا احسدها؟ لا بعد الشر، انت هتحسدي؟ ده انت ابرد عين. والنبي ما عرفاش ايه الحكاية دي؟ ده حتى جوزي اللي اسمه جوزي اول ما اقول له وشك رايق النهارده يغطي وشه. طب والنبي انا هحسد رجلي؟ قومي يا بنتي قومي شوفي حالك. لا خلي، مفيش ورايا حاجه. يا بنتي هتقول لك جوزها بيخاف منها، روحنا فين من عينيها؟ قادر ربنا يقلع العين العفشه. هتدعي عليا في وشي يا مدرويش؟ لا يا حبيبتي، وانت مالك؟ انا هقول على عين العفشه،
تتعني وتتقلع. طب ما انا يا ما شفتي ما حسبتكيش ليه؟ عيانة وتعبانة وما فيش عضماية راكبة على خدها. وصحي عيالكم ابوهم هيعمل لهم زفة من هنا لسيدي عبد الرحيم ويضطهروا هنا. ايوه يا خاله رحمة. لا يا حبيبتي، ده عشان الولد عيانين وعيترشفوا، افتكرنا النبي خفنا عليهم، قلنا لهم فسحة هنضحكوا عليهم بيها ويطهروا هناك. يوم الخميس الله أكبر قاموا في الليل 5 مرات يصرخوا. ربنا يفرحكم أكتر وأكتر. والنبي يا ورد اليمن ما شفت بجمالك حد، تلاقي همام ما عايسيبش الرجلين دي أبدا. ما تتحشم يا مرة يا بردة ولم دورك، وانت غطي رجلك. وانت يا رحمة يا تتحدي حدية له عازة يا تسكتي.